معاكم مستر جاد جيمر. النهارده جايب لكم حاجه جديده، حاجه غريبه. جايب لكم انبوكسنج للماجيك ماوس او الماوس السحري، اي حاجه، الفاره، اي حاجه يعني. يعني اول مره اعمل حاجه انبوكسنج او كده، فيعني دي حاجه جديده، فان شاء الله فيديو يعجبكم. فالماوس ده لسه جايبه النهارده من اي سبوت، جبته ب 600 599 600 يعني. فا هو الماوس ده مالتي تاتش، هو ده انا عرفت عنه. مكتوب ثانية اهو هقرا لكم، بس مكتوب وايرلس مالتي تاتش ماوس وان بوتن كليك، معرفش اي حاجة هبلة كده معرفش. فهفتحه اهو، ثانية قبل ما انسى، ودي جبتها معاه ريتشارج بالباتري عشان هو بالبطاريات، فدي زي شحن البطارية، فقلت بدل ما اقعد البطاريات قلت اجيب ده. هفتحه. اوعى الله الله، ايه ده، ايه الغباء ده، اعمل ايه بقى تاني؟ نشيل دي. برضو ايه الغباء ده، والله الازازة دي شكلها حلو، عجباني والله. يا لهوي، بص شكلها هنقعد الفيديو كله افتح. ايوه برضو. نفتح بقى الفيديو هيخلص. ايوه لسه دي والله. ايوه اهو، هو طبعا شكله سيكسي قوي. بص نحطه بس على جنب الاول، نشوف ده طبعا معاه الماجيك ماوس اللي هو الجايد مثلا. افتح مع حاجات كتير قوي مش عارف ايه دي، نشوف مكتوب ايه جوه. كويك ستارت تو ابديت يور سوفت وير، ده دي سوفت وير، ده ايه الحلاوة دي؟ ازاي اعمل له بيرنج وذ الماك كمبيوتر او اي حاجة. وده هنا في حاجات بالصيني مش عايز اقراها، وهنا بلوتوث معرفش ايه، وهنا معرفش ايه برضو، وهنا برضو معرفش ايه. انا هحتفظ بالعلبة دي، حلوة شكلها حلو. الله ايه دي؟ معلش ايه الهبل اللي ده. زي ما مكتوب ماجيك ماوس وايرلس مالتي تاتش ماوس، وبعدين مكتوب بالياباني وبالاي حاجه، وهنا مثلا حاطين بوزيشنز. هنا مثلا ازاي اللي هي الوان كليك باتن، وهنا تو كليك، وهنا ازاي تعمل سكرول، وهنا سكرين زوم، وهنا تو وات، استنى، تو فينجر سوايب، تعمل سوايب يعني. ثانيه ايه ده، ده معمول باللزق برضو، مصرين هما. ايه نشيل دي. اوعى ماشي. اهو نص حلو قوي يعني، سليك، انه سليك، سليك الومنيوم ديسبلاي او ما اعرف سليك الومنيوم حاجه، حلو والله البتاع ده، كنت متخيل. حاسس بيعمل حاجة او بص مثلا كده ماشي. ودي بقى مش عارف اعمل بيها ايه، بس هحتفظ بيها. هو طبعا الماوس الديزاين بتاعه تحفه، طبعا هو مالتي تاتش يعني كل الحته دي تاتش، لغايه مثلا لغايه الحته بتاعت الابل لو يعني كل الحته دي تاتش، ممكن تعمل سكرول زوم. استنى ازاي، مثلا هنا مثلا وان كليك باتن كده، تو بوتن كليك اللي معرفش ازاي، وسكرول مثلا كده 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 زي ما مكتوب عندي في البتاع دي، ومثلا سكرين زوم كده فوق لفوق مثلا، والتو فينجر سوايب كده وكده. ايه تاني؟ البطاريات بس احطها دي. ايه ده هو ده اعتقد ده الباور باتن، بس هو مش هيشتغل اصلا. ايه ده اشتغل، ليه الحلاوه دي؟
ايه ده قفل تاني؟ ماشي. هو في بطاريات ولا ايوه فتحته كده. يا واد يا انرجايزر، عاطيني بطارية انرجايزر. ده ايه العفانة دي؟ استنوا بقى، تاني حاجة خلي بس ده سايت على السايت كده بس. نفتح هذه العلبة كده، افتتح بعدين. بص 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 الشياكة ريتشارجبل. نفتح هذا. الله 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 الله. ماشي. ايه اللي عملنا ده يا بنت الكلب؟ اطلعي برضو. انا عندي مشاكل مع الحاجات اللي بتطلع دي، مش عارف ليه برضو. يبقى كده ايه، هتعامل معاها بالكسوة برضو. الكسوة مش نافعة. طب القسوة نفعت. ايه ده؟ اوبا البطاريات وقعت. ماشي. انا زهقت. ايه ده؟ هما بيضحكوا عليا ولا ايه؟ بص انا هعمل ايه؟ اوبا بص بقى كده ايجيبشن ستايل. عشان ايه بقى؟ انا اتنرفزت بصراحة. كله بالحنية. ده مش انبوكسنج، مش عارف ده ايه بس. ماشي. اعتقد ان هذه الفائشة. هاو اي بوت ذس. ايوه. ايه ده؟ هو انا اللي غبي. ماشي. ها نشيل هذه. هو طبعا دي الريتشارج بالباتري دي احسن، بدل ما اجيبه على البطاريه واقعد ابدل فيهم كل شويه. ومعاهم سبير كمان، معاهم سبير طبعا. ده هحطه في الفيش على طول. ماشي. والله اي اشيل طبعا الحاجات الانرجايزر دي عشان مش عجباني. انا خايف اشيلها ماوس يبوظ. اي اهو ايام. لا عملته ده. نحط ده هذا، احطها تاني بقى. معلش ان البطاريات التانية طلعت ايه، مش مشحونة. عادي كده تاني. اركب بقى الغطا بتاعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وينه وينه وينه؟ جدعان خلاص الفيديو ده قرب يخلص. هو ده كده بس فكرة عن الماجيك ماوس. وان شاء الله نعمل فيديو جديد برضو انبوكسنج على الوايرلس كيبورد. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، والسلام عليكم. باي باي. تعالوا زورونا.